نبدأ يومنا بالفطار في قمارة. بحب أول فطار ده رايب مسوس، يعني زبادي بدون سكر الحرشة دي، نفس البسبوسة بقى مع الجبنة مع الباتيه. يلا ناكل ونطلع على طنجة. هلا طنجة، ما جيتش طنجة بقى بتاع حوالي 7 شهور. جاي بقى في الصيف، الدنيا زحمة. يلا نروح بقى على المكتب الجديد في طنجة. هو المكتب في المبنى ده بتاع الاستقبال. المكتب اهو، البحر اهو، طنجة. من اجمل مدن المغرب. ورد بره وحركات. الميتينج روم وفيها الكوزينة وتواليت، أحسن من المكتب اللي كان هناك، كان صغير. جينا بقى المكتب الجديد مع المهندس ريمون. كويس فكرتني. وتحتسي قدحا من القهوة. قهوة بقى هنا في التراسة. ما شاء الله حلو المكتب الجديد. حلو قوي. وسط المباني السكنية. قاعد هنا بقى مع اصحابي المصريين والمغاربه في المحل الجميل ده. ده محل ما شاء الله ماركت ملابس معروفه في طنجه. عندهم اكتر من الفرع ده صاحبها مصري، سلسله محلات دانتي. ممكن نبقى نعمل لكم حلقه عليها لو حبيتوا. اكتبوا لي في الكومنتات اذواق مصريه. البضاعه دي بتيجي من مصر اصلا؟ تركيا ومصر واسبانيا. شوفوا لو عايزين نعمل لكم حلقه عليها على الفروع، بحيث نعمل لكم عروض. لو عملت حلقه تعمل للناس عرض بروموسيون. ماشي يا عم، شوفوا اكتبوا لي في الكومنتات. Thank you.
كورس بقى في طنجة. احلى الاكلات تاكلها في المغرب بالاكلة المكسيكية دي. وصلنا المقهى المفضلة دي انا واصدقائي في طنجة، مسمينها مقهى التراسي. او البلكونة اجواء الصيف في طنجة. اطلع برتاح في المكتب شوية. عايز يجي مكتبنا في طنجة ده اسمه رمبوان نجمة او ميدان النجمة، في استقبال الدور الاول شقة 20. يا مرحبا. عشان كده بتعجبني طنجة. شوفوا دي منطقة هادية والساعة 11:30 بالليل وكل حاجة شغالة. الرباط دلوقتي بقى قمة الهدوء. قاعدين بقى على القهوة بنلعب. نشوفك على خير ان شاء الله. ده اللي بيعجبني بقى في طنجة. الساعة كام؟ 1:45. كل حاجة فاتحة، حاجة كده زي القاهرة. جميلة طنجة. مطعم المحروسة ده مصري. يعني تقدروا تقولوا كده بقالي سنين ما شفتش طنجة في الصيف. الصيف اللي فات كنت في بني ميلال وكنت في مارا وكان عندي شغل تبع الهندسة فما صيفتش. يعني هنا جاي عندي شغل تبع المكتب تبع الهندسة برضه بس في طنجة.
حاجة أكتر من رائعة في الأجواء طبعا. الدنيا زحمة الساعة 1 بالليل، من زمان ما شفتش المغرب في الجمال ده والسهر.